24 سليم تمام 20000 حركة حبست وقفت مرة واحدة الله يجيب السلامة وصالمي غير الله يجيب هذو الحاج سليم تمام ديالهم 27 دفعات دفعات تبارك الله اش من المرقد هذا؟ عطاوية عطاوية شحال طايحه اليوم شحال طايحه في السوق صافا طايحه 30000 في البهيمه لا لا بزاف 10000 12 10000 12 10000 12 في البهيمه هي اللي طايحه 60% اللي كنديرها 60 صافا حتى 30 هكا والله يرضي عليك وانتم بتخليها على الاقتصاد كتقولي واش شريف ترى لينا هنا شنو ديتي الفلوس ومشيتي وري الفلوس يا ودي الحاج ما كاين وخلينا ليها البخطيه وحاجه ما كاين ما خط انا ما والو مرحبا بك ما كاين حتى مشكل مرحبا في اي وقت اجي مرحبا بك اسيدي امني قلتيها امني قلتيها مرحبا الله يسخر مرحبا هذا هو الامين ديال السوق عندنا حنا و تبارك الله على الحاج كاينه هاد الخير هاد الاول كاينه هذه هذيك شحال دايره هذه 26 26 اش والده والده خروف خروف زيد عاد انا عندك انا عندك ها قول لي هذه وادا اش وادا وادا خروف وهذه اللي حداد هذه والده ولا خروف هذه دافعه هذه لا هذه والده خروف ها هو وادا خروف وخروف حدا خروف حدا هذه اللي حدا 23 23 ويه 23 تبارك الله وهذه هذه 27 27 هذا الشريف دابا كي هاد السيد هذا كيلقط وحده بوحده قلت جات 3 5 10 كيجمعهم وكيديهم تقريبا اللي كيديهم هذا كيسافر بهم كيمشيو للسوق وجدار كيديهم وجدار ملي قلت هذاك قبيله اخر بين ما طيحش 12000 14000 حاجه ديما شي كوره كي طايحه دابا من 500 درهم حتى ل 600 شحال كاين شي طايح في البيت سالينا الحاج سالينا هذا خايب سالي الثمن ديالك الثمن هذوك 10 ونص الواحد هذا السي حمزه انا خاصي راه نقول العاد عليا هذا السي علي الشريف هذه سالي الثمن ديالها دابا مشيت تشريت ب 20 وكان دايره 45 وهذيك اللي حدا 25 هذه اش والده هذه اش والده والده خروفه والده خروفه بحال هذه كانت 34 32 فيها 10000 12 وهذه اش والده هذه خروفه اللي غلاو علينا اغلى ما عطينا 25 هذا الزراوه هو اللي غلاو علينا شنو اللي طيح الثمن في السوق؟ طيحوا مثلا الجبل العدس ما بقاش وصفر غلا ولا دايره 54 سيبا كتبان لي داخله بزاف سيبا داخله راه ما كاين اللي يشريهاش كاين الشاري ما كاينش خاص الدوله دير شي حل تعاون مع الفلاح راه مضروب عندها من النص خلاص القهوه القهوه الناس شحال وكملوا شحال طايحه في البهيمه شحال طايحه 20000 20 تقريبا من 500 درهم الناس شارين ب 40 25 ويه فلاح مضرور فلاح مضرور هذا تالينا الحاجه
34 17 17 اش والدين حوليات حاج تالينا الخير تبارك الله تالينا الخير تبارك الله هادي شحال تالي الثمن ديالها جملة الثمن باش كتبيع 65 اش والدين هادو اش والدين والدين الكرة كلهم والدين كاملين هادو كلهم والدين كلهم ياك كلشي والد الكرة القلعة معروفة بالمليح خير تبارك الله غادي لنا 27 فيهم 27 تبارك الله دافعات هادو دافعات في وحده المشكوكه مرقد منين هادو مرقد هذا البلاد تبارك الله ليها 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 هذا تحرك بعتوا شي حاجه ولا مازال لا ما بعنا من والو شريف الثمن ثاني نادي شوف اجي هذه الثمن ديالها 22 اش والده والده حوليه وهذه الثمن ديالها ثاني حتى هي والده حوليه الثمن ديالها ثاني نادي 22 يلا باين ديال 60000 22 هي طيره اقول لهم سيبوني بالماء ورا الله اللي سيب الماء ما شاء الله تبارك الله الشريف جمعة جمعة خير ثاني الثمن ديالو الثمن ديالو ديالهم لا من بغاهم هادو الثمن هادو اصحابي كنخلصوا في القرعه راه حنا فلوسنا واحله تماك وما تنصلنا حتى ريال اسمع اش كنقول لك فلوسنا واحله صحيب الغالب الله تصاح قول لنا الثمن الثمن راه ب 20000 مثلا عطاونا حتى 2000 بغي تبيعو ب20 وهما ب20 وما تلاو عطاونا فيهم والو لا بشحال بغي تبيع انت ب20 الا سنا فيهم ب20 دروك نبيعوهم تبيعوهم يس هادي بشحال تقريبا تبيعها نبيعوها ب20 20 اش والده خروفه والده خروفه وهادي اللي حداها كلهم خروفات عندك كلهم خروفات كاملين كلهم ثمن 20 ديالها كيدير الوقت الله يجبر اصحابنا امين القلعه راه معروفه الله يجبر اصحابي حنا وقفنا وراك السير مسكين راه ما حنا وقفنا حنا الغنيات تجيب الريالات وحنين في هذوك البهام وعندنا لا اله الا محمد الفلاح مسكين مضرور مضرور بزاف ماشي شويه الفلاح مضرور بزاف الله يسهل العيب اصاحبي هذه ثاني انا الشريف هذه والده الثمن ديالها هذه ثاني انا الثمن ديالها ثاني 28 اش والده؟ والسن اش من السن عندها؟ رباعيه تبارك الله هي بنت هاي هاد السيد دابا كيمقص فيها دابا علاش كيمقص فيها؟ باش تبان زوينه عينك مهم ياك العين السرديه السرديه واش الشريف هادي ثاني نادي الثمن ديالها؟ قرب عندنا قرب هادي 40 وهذيك هادي؟ وي 40 40 اش والده هذا؟ جوج والده خروف وخروف تبارك الله المرقد منين هذا؟ منازدة منين؟ منازدة منازدة الغنم تبارك الله ديال القلعة الصراغنة راه كاينة الجودة عندكم الجودة في الزيتون وفي الغنم تبارك الله الحاج بخير قول لي الحاج سالينا الخير تبارك الله واضحين ياش الخير
سالين الثمن 20000. 20000 باش والدين ولد خروفه فين غادي بهم بالسلام هذا؟ غادي بهم الدار. غتكسبهم ان شاء الله؟ غادي نبان نبيعوا ما جا الله فيهم. كي داير السوق اليوم؟ السوق معيان ما السوق عيان. الله يسخر الله يجبر. اش الثمن ديالهم حتى لينا؟ ها؟ الثمن ديالهم حتى لينا؟ الثمن اخويا عطونا فيهم بقول 15 دابا ما عطونا في حاجه 15 3 4 وما عادوا عاد انا 13 ونص. اش والدين اش والدينهم؟ خروفات اربعة الخروفات. اربعة الخروفات؟ اربعة الخروفات؟ هما اربعة والدين خمس خروفات. شحال عطاوك؟ شحال عطاوك؟ فلوس عطاوك؟ عطاوك 10000. 10000 قد معه قد معه شويه قد انا 15 وانا 14 عيد لي 1000 ريال صوم معه صوم معه شويه قد معه هذيك الكاميرا كانت ديال 30000 يا اخوي 25 25 عطاوك شي حاجه ولا مازال؟ مازال ما قالوا تبارك الله. صح السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ثمن سنين هذا؟ ثمن اخويا 35. 35 تبارك الله. مرقد منين هذا؟ مرقد من الناحية ديال القلعة ولا الشرقي وما يات. المرقد عندكم زين تبارك الله. المرقد عندنا مليح. كي داير السوق اليوم؟ السوق براكة مزيان غالي مشورة الوقت مشورة. ما غالي ما رخيص. الشاركين؟ وبراكة موصف داك الشيء ما كاين بزاف ما كيدير الاثمنه ديال العلف شويه نزيد الاثمنه ديال العلفين ثمن العلف غالي العلف غالي غالي هذا الشيء كيطلع غالي على مالي العلف غالي فلاح مسكين مضرور فلاح مضرور بزاف منطقة القلعة معروفة بالجودة معروفة بالجودة ومعروفة بالكواليتي ومعروفين بزيت العود معروفة بالسردين ومعروفة بزيت العود معروفين معروفة بأي حاجة حرة الكسيبة الزيت الجلدية كل شيء وتم عليها زوينين تم عليها الله عمرها والله العظيم ما نجاملوكم صراحة الحمد لله الحمد لله دخلنا السوق الحمد لله وبقينا راحتنا فيه صورنا مع الحباب بحال نجاكم الله عمرها. السلام عليكم الحاج مدهيين شوية مدهيين ثمن ثمن الله يخليك دير هذا الخير هذا نعم هذا الثمن ديالو 41 عطاوك 41 عرفت عطاو 41 وهذا شحال هذاك عطانا فيه 37 37 هذا اللي مول 41 بعتي شي حاجه ولا مازال ما يسر الله والو مازال واه انت كتحسب في الفلوس دابا لا هادو كانوا عندنا كانوا كانوا عندهم تبارك الله عليك المرقد منين هادو نجده منجده تبارك الله الله يسخر اشتري المنطقه من هنا نيش اه اه الله خير الحاج 45 شي على شي تبارك الله المرقد منين هذا؟ العطاويه العطاويه اه الناس ديال العطاويه راه مزيانين ناس ناس فيهم كرم. السلام عليكم. السلام عليكم. الثمن ديال هذا الخير سالينا هذا؟ خويا 16 16 شي على شي؟ شي كل الثمن هذا قول لها هذا 16 هذا عاطيني 15 ونص هذا 15 ونص هذا واللي من هي 16 تبارك الله شنو المرقد هذا؟ المرقد ديال القلعه هنايا الصراحه كي داير السوق اليوم؟ شويه القضيه عيانه كاين مخروج بعتو شويه اليوم؟ شويه ما كاينش داكشي بحال اليوم هادو فين غاديهم ان شاء الله؟ هادو ما بعناهم فين غترجعوهم هادو ان شاء الله؟ شويه الكوري تيعرفو شويه تيعرفو عندي واحد الصباح ان شاء الله وشحال كيحسبوا لكم هنا الصنخ؟ الصنخ لا فيما شحال كيحسبوا 150 150 والترونسبور اللي بغيت تنقلو مثلا من هنا للقلعة للطاوية شحال تقريبا؟ حتى هي 150 10 دراهم لا بالنسبة للترونسبور يعني عندكم مصروف كاين مصروف هذو الثمن تالين هذو الشباب هذا 24 24 24 شي على شي تبارك الله فين غادي بهم ان شاء الله؟ لاي تورين اي تورين ثلاث ثلاث ديال اي تورين مزيان هذا المنقد مين؟ قلعة قلعة محمد هذه سالينا الشريف هذه سالينا الثمن ديالها هذه 24 رواصي 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 تبارك الله دار هذه دار والعجا هذا مليح على الفن العجا قلعاوية هذه ديال القلعة ديال القلعة السراخنة قلعة السراخنة